إلا كنتي غادي تموت غدا، واش تبغي تعرفها؟ كيفاش غادي تعيش داكشي اللي بقى لك؟ داي تومورو هو فيلم تايلاندي كيعاود 6 ديال القصص قصيرة حقيقية ديال آخر لحظات ناس عادية ماتت وتكتب عليها في الجورنال. الفيلم كيصور لنا دوك اللحظات العادية والمملة في حياتهم، هما والناس اللي دايرين بهم ما عارفين شنو كيتسناهم. اللي زوين في الفيلم هو الميلونج ديال السيل الوثائقي مع التصاور ومحادثات مع المعارف ديال هاد الناس، والسيل التمثيلي في إعادة التصوير ولا تمثيل اللحظات سواء قبل أو من بعد الرحيل ديالهم بتصوير وموسيقى هادئة وبسيطة اللي كيدخلوك في حالة تأملية مع الفيلم. في بعض الأفلام المعالجة ولا الهضرة على المفهوم ديال الموت كيكون سوداوي ولا ميلودرامي شبعان بك، ولكن الفيلم هنا ركز أكثر على دوك اللحظات العابرة في حياتنا اليومية، قيتات مع الصحاب والعائلة اللي ربما كدوز بلا ما كنعرفوا القيمة ديالها حيت كيصحاب لنا بلي غنعيشوا دائما. داي تومورو ماشي كيوصل ليك ولا كيبين ليك بلي الموت خيبة ولا زوينة، ما كيقلل منها ولا كيعظمها، ولكن كيبين ليك بلي المهم هو كيفاش تعاشت هاد الحياة. داي تومورو فيلم في غير ساعة و 14 دقيقة، دير فحال شي سيونس ديال التأمل في أهمية تقبل عدم ثبات الحياة والعيش في الحاضر.